إن ارتكبها وزراء حزب المحافظين ومستشاريهم السياسيين. ونقلت الصحيفة عن أحد كبار مسؤولي الخدمة المدنية قوله إن الوزراء ومستشاريهم كانوا مهتمين بتوفير المال على حساب سلامة الأطفال، فقد كانوا على حد وصفه راضين بشكل خطير عن المباني المدرسية المتهالكة التي تم تشييدها بالخرسانة الرغوية، وذلك رغم الشكاوى الكثيرة التي تلقوها. وفي محاولة لإنقاذ الوضع، تلقت عشرة المدارس في بريطانيا أوامر بإغلاق بعض مبانيها لاعتبارها غير آمنة، إلا أن تلك الخطوة أثارت غضب أولياء الأمور والمعلمين مع اقتراب بدء فصل دراسي جديد. وزارة التعليم البريطانية بررت قرارها المثير للجدل بأن 156 مدرسة تأثرت جراء استخدام الخرسانة الرغوية، وهي نوع من الخرسانة المسامية خفيفة الوزن تكون كثافتها أقل من كثافة الخرسانة العادية في بناء بعض مبانيها، والتي تقول السلطات إنها تواجه خطر الانهيار. وعانى نظام التعليم البريطاني الذي لا يزال يتعافى من أثر التعليم عن بعد جراء جائحة كورونا، عانى إضرابات المعلمين لمدة 6 أشهر خلال هذا العام، بالإضافة إلى نقص التمويل. ويزيد انهيار البنية التحتية الحيوية التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك الذي سيخوض انتخابات عامة مقررة العام المقبل في أعقاب إضرابات في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل. وعلى الرغم من تأكيدات وزارة التعليم البريطانية بأن غالبية المدارس المتضررة ستظل مفتوحة لجميع التلاميذ، لأن الخرسانة المسببة للمشكلة لم يتم العثور عليها إلا في جزء صغير من مباني المدارس، فإن بعض المدارس ستواجه إغلاقا كاملا حتى وإن كان مؤقتا. قرار السلطات البريطانية بشأن تأثر المدارس جاء قبل أيام فقط من عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة صيفية مدتها 6 أسابيع، مما يثير تساؤلات حول سبب إعلان الحكومة لهذه الخطوة في اللحظة الأخيرة.